بالرغم من نفيها، تعرضت إيران لسلسلة إدانات وتحذيرات عربية ودولية بعد الكشف عن مؤامرة مفترضة ضد السفير السعودي في الولايات المتحدة عادل الجبير. فقد أكد البيت الأبيض أن الرد الأمريكي سيكون ملموسا، ممتنعا في الوقت عينه عن الإفصاح عن أي إجراءات محددة يجري بحثها. لن نستبعد أي خيار من على الطاولة في التعامل مع إيران، ونحن نعمل مع حلفائنا في الأمم المتحدة لمواصلة عزلها دوليا. وسعيا منها لتأليب الرأي العام الدولي ضد إيران، كثفت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون محادثاتها الهاتفية مع نظرائها في العواصم لمعاقبة إيران وعزلها. وفي مقر الأمم المتحدة أجرت المندوبة الأمريكية سوزان رايس محادثات انفرادية مع سفراء الدول الأعضاء في المجلس لإطلاعهم على تفاصيل الاتهامات الأمريكية وحشد الدعم الدولي من أجل محاسبة إيران. وزارة الخارجية الفرنسية أشارت إلى أن الأمر يتعلق بانتهاك فاضح للقانون الدولي يجب أن يحاسب عليه المنفذون والآمرون بتنفيذه. كذلك أعربت لندن عن استعدادها لدعم إجراءات محتملة ضد إيران. كما أعلن مكتب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن المؤشرات حول قيام عناصر من النظام الإيراني بهذه المؤامرة مقلقة للغاية. من ناحيته، دان مجلس التعاون الخليجي التخطيط الإيراني لاغتيال الجبير، مؤكدا أنه يضر بصورة جسيمة بالعلاقات بين طهران ودول المجلس. كما شجبت الرياض بشدة المحاولة الآثمة والشنيعة لاغتيال سفيرها لدى الولايات المتحدة. هذا واعتبر الأردن أن أمن المملكة السعودية خط أحمر لا يجوز المساس به بأي شكل من الأشكال.